اكل القطط والكلاب المستورد سلعه استفزازيه من وجهه نظر حضرتك؟ لو الاجابه هقولها يعني طبعا انا يعني في دراسه اتعملت موجوده بتقول انه 80-90% من استيراد اكل القطط والكلاب اللي هو بتاع بيروح الحراسات اللي هي بتتبع جهات السيادية أو الأمنية. الأمنية ده المعلومة اللي عندي أنا ما عنديش معلومة تانية، لكن أنا ما شفتش يعني في ناس يأكل هو الأول قبل ما يأكل أي حد تاني يعني. طيب.